D'abord, je voudrais saluer le ministre Gibran Wassil pour tout ce qu'il fait. اسمحوا لي أن أتوجه بالشكر للوزير باسيل. كان لي شرف استقباله في ساحل العاج. أعرف تماماً بأن هذا الشخص يعمل بشكل مذهل. اتصل بي عند الساعة 11 مساءً من أجل أن يدعوني إلى هذا المؤتمر. ومنذ وجودي هنا منذ هذا الصباح استعرضنا مداخلات من عدة شخصيات، وبالتالي إنه لفخر عظيم لي أن أكون لبنانيا في حضرة كل هذه الشخصيات. لسوء الحظ نتكلم عن نجاحات فردية، وقد تمكنتم من حشد كل هذا الوفود الغفيرة من أجل خلق قوة وضغط لبناني من أجل العمل على الصعيد الدولي، ليس فقط في لبنان بل على الصعيد الدولي. إنها لمبادرة حميدة، ولابد من أن نعمل من أجل الضغط السياسي وليس الاقتصادي حسب ما يبدو لي. أما بالانتقال إلى الجالية اللبنانية في أفريقيا بشكل عام، هذه الجالية اللبنانية متعلقة جدا بلبنان. إنها جالية لم تترك لبنان، تزور لبنان مرارا وتكرارا، وهي مؤلفة من 300 مليون شخص تقريبا، وقد حافظت على علاقاتها المالية والعلاقاتية مع لبنان، وتعود مرارا وتكرارا إلى زيارة لبنان. فإذن لماذا تم تأسيس غرفة تجارة في ساحل العاج؟ يخال لي بأنها غرفة التجارة اللبنانية الوحيدة في كافة أنحاء العالم، فإذن ليس فقط في أفريقيا. لم أسمع قط ربما في باريس مثل هذه الغرفة موجودة، أم في ألمانيا، صحيح؟ فإذن ليس هناك الكثير من هذه الغرف التجارية. لماذا عندنا غرفة تجارية، غرفة تجارة لبنانية؟ لأنها غير مسيسة وغير دينية، ولذلك نجحت، لأنه ما من خلفية سياسية أو دينية لها. لا نرتبط بأي اعتبارات لبنانية تشوبها المشاكل، بل إن التواجد اللبناني في ساحل العاج يعود لأكثر من عصر أو قرن. نحن الجيل الرابع من اللبنانيين المتواجدين في ساحل العاج، وهؤلاء المغتربين اللبنانيين يشكلون قوة اقتصادية هائلة، لأنهم يمثلون 40% من اقتصاد ساحل العاج، وهذه قوة كبيرة. لا يخال لي بأنه يمكن لأي بلد آخر أن يعرف مثل هذا الرقم. لم يشهد أي بلد آخر حيث تواجد لبناني فيه. 40% من الاقتصاد ساحل العاج يرتكز على اللبنانيين، ونحن نتواجد في كافة القطاعات. 60% في مجال البناء والتشييد، 90% في مجال الأغذية، في الأنسجة، المستحضرات التجميلية والتعدين. في كافة الأنشطة الاقتصادية نحن متواجدون ونعمل بنسبة 40% في الاقتصاد الوطني. ولكن ما هي المشكلة؟ عندما نتكلم عن الدبلوماسية الاقتصادية، لابد للدبلوماسية الاقتصادية أن تسخر فيها العلاقة بين لبنان والدول الأخرى التي يتواجد فيها اللبنانيون. لابد من تواصل واضح. فإذا لم تكن الدولة اللبنانية خلفنا داعمة لنا، لا نعجز عن أي شيء. فهذه المبادرات هي مبادرات فردية، ولكن بالنسبة للدولة التي نتواجد بها لا فائدة. صحيح بأننا ننجح، ولكن لا دولة خلفنا. وخير مثال على ذلك أنه مع الأزمة السياسية وكل ما تبعها، لم نشعر بأن هناك دولة للمساعدة. لازم يكون في شو المطلوب اليوم من الدولة اللبنانية؟ الدولة اللبنانية مطلوب منها تدافع عن مصالحنا، لما يكون في خطر لمصالحنا تدافع عنها الدولة اللبنانية. وهيدي ما صارت وقت بنا لا بيريود دو كريز الكترال. طيب، لما عم بتقول انه في 40% من الاقتصاد بساحل العاج بيد اللبنانيين،
يعني هالقوة الاقتصادية كيف عم تنعكس على العلاقة الاقتصادية مع لبنان؟ هل في انعكاس لهالحجم الكبير أو فائدة على العلاقة الاقتصادية مع لبنان يما مش عم تستثمر بالشكل المضبوط؟ L'un des objectifs principaux de la Chambre de commerce. أحد الأهداف الرئيسية لغرفة التجارة اللبنانية في سحل العاج هو تعزيز العلاقات التجارية والصناعية بين لبنان وساحل العاج. لسوء الحظ نعمل على ذلك منذ 3 سنوات وخلال زيارة الرئيس سليمان إلى ساحل العاج تم التوقيع على عدة عقود تجارية من دون متابعة. هذه المشكلة في لبنان، لا متابعة، هذا خطأ. أننا بحاجة لذلك عندما نتحدث عن الدبلوماسية الاقتصادية، إذا لم يكن من لبنانيين يأتون للاستثمار في لبنان من أجل خلق الوظائف والعكس، إذا لم يكن عندنا مستثمرين لبنانيين يأتون للاستثمار في الأماكن التي يتواجد فيها اللبنانيون، لا نقوم بأي شيء. المطلوب هو المتابعة من قبل الدولة اللبنانية ومن قبل السلطات اللبنانية، وهذه بنحطها بعهد الوزير جبران باسيل وزير الخارجية. صار شو صار في اشياء بعهدتك وجاي كتير، بس بتحمل معاليك، بتحمل. دكتور خوري انا بدي اشكرك. هل عندك شيء بالختام، كلمة ختامية قبل ما انتقل للقاضية فيفيان سولومون؟ بالختام يخالوا لي أنه من الجيد خلق قوة اقتصادية لبنانية، لأنه إذا ذهبنا من لبنان فذلك بسبب المشاكل الاقتصادية التي نشأت وبسبب نشوب الحرب. فإذا اللبنانيون المتواجدون في الخارج يشكلون قوة اقتصادية، لابد من أن نعرف كيفية استثمارها.